السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مزيد بقناة مورد الأستاذ مصطفى، مرحبا بكم مع دراسة النص الشعري حقوقي من مرجع المنير في اللغة العربية، صفحة 74 و75. إذا قبل أن نبدأ، المر الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. حقوقي لي حق باسم وهوية، وطني يمنحني جنسية. وطني يا أغلى الأوطان، أحيا فيك بكل أماني. ما أجمل أن أحيا حرة، في بيتي ترعاني أسرة. أمي بحنان تغمرني، وأبي إن أحسن يشكرني. وأعبر عن رأيي دوما، أبدا ما منعوني يوما. وإذا أمرض في المستشفى، يستقبلني حتى أشفى. ولكل الأطفال مدارس، حدائق يحرسها حارس. لا عنف يمس الأطفال، لا تعذيب ولا استغلال. هم ليسوا جيشا في الحرب، بل ورد يعبق في الدرب. بحقوق الطفل سنحتفل، فهو المستقبل والأمل. إذا عن محمد جمال عمرو، العربي الصغير، نوفمبر 2019، الصفحة 10. إذا نجيب عن أسئلة الفهم. أولا، خريطة كلمة منح. إذا نوعها فعل، ضدها منع، المعنى أعطى ووهب. نركبها في جملة. منح الأب ابنه مالا، أي أعطاه مالا. السؤال الثاني، أصل كل جملة بمرادف الكلمة المكتوبة فيها باللون الأحمر. في وطني أعيش بأمان، يعني بسلام. أحيا حرة، يعني طليقة. وطني يمنحني جنسية، أي انتماء لهذا الوطن. أحدد الحق الذي تحدث عنه الشاعر في البيت الخامس. إذن البيت الخامس تحدث فيه الشاعر عن الحق في التعبير وحرية التعبير. ثانيا، أبين بماذا شبه الشاعر الأطفال في البيت ما قبل الأخير. إذن شبههم بالورود، شبههم بالورود. هم ليسوا جيشا في الحرب، بل ورد يعبق في الدرب. نمر إلى السؤال الثالث، أعيد قراءة القصيدة واستخرج ما يناسب لإكمال الجدول. حقوق الطفل بين أسرتي والوطن. إذا من حقوق الطفل، حق في الاسم، الهوية والجنسية، الرعاية، الصحة، التعليم إلى غير ذلك من الحقوق. واجبات الأسرة، بطبيعة الحال واجب رعاية الطفل وتربيته. بالنسبة لواجبات الوطن تجاه الطفل، توفير المستشفى، المدارس، وكل ما من شأنه أن يضمن العيش بكرامة. أتذوق وأقوم، أحاور بعض صديقاتي وأصدقائي حول موضوع القصيدة، حقوقي تحت إشراف أستاذتي أو أستاذي. إذا كنا هناك حوار مبسط
بين تلميذين حول ما جاء من حقوق الأطفال في هذا النص. ثانيا، تحدث الشاعر في البيتين الثالث والرابع من القصيدة عن دور الأسرة والوالدين في تربية الطفل. إذا البيتين الثالث والرابع هما: ما أجمل أن أحيا حرة، في بيتي ترعاني أسرة، أمي بحنان تغمرني، وأبي إن أحسن يشكرني. ما أجمل أن أحيا حرة، هنا يتحدث الشاعر عن الحرية. أولا، الحرية، العيش في حرية وبحرية، في بيتي ترعاني أسرة، أن يعيش هذا الطفل داخل أسرة ترعاه وتوفر له حاجياته. أمي بحنان تغمرني، يعني ذاك الإحساس بالأمومة، بحنان الأمومة، وأبي إن أحسن يشكرني. هنا يتحدث الشاعر عن دور التحفيز والتشجيع للطفل وما يتركه من آثار إيجابية في نفسية هذا الطفل. السؤال الأخير، اختار البيت الذي أعجبني وأعلق عليه. بالنسبة لي اخترت لكم هذا البيت: هم ليسوا جيشا في الحرب، بل ورد يعبق في الدرب. إذا هنا الشاعر يتحدث عن الأطفال، أنهم ليسوا جيشا في الحرب، يعني أن نتجنب إيذاءهم، أن نتجنب الاعتداء على الأطفال، أن نتجنب العنف ضدهم إلى غير ذلك. فهم ورد يعبق في الدرب، يعني هذا الورد إذا اعتنيت به فإنه يعطيك رائحة زكية، يعني سيكونون هم شباب المستقبل ورجال الغد. إذن في الأخير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم ومزيدا من البارتاج والجيم تشجيعا لنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.